ما تخافش على الاهلي لو الاهلي خد الحقوق الطبيعيه المشروعه وابسطها زمن المباراه، الحفاظ على زمن المباراه ده حق لكل الفرق مش لفريق بس، لانه في فريق ما هو ممكن هو يجيب جون في الوقت ده، ممكن الطرف الثاني يسجل في الاهلي، لكن انت بتحفظ الحق القانوني للجمهور للمباراه، حق المباراه بالظبط. الهاني سليمان حارس سموحه لما ساله زميل ابراهيم فايق على اللي حصل منه ايه نشوفه. امتى الهاني سليمان ما يضيعش وقت؟ انا ما بضيعش وقت على فكره، انت يعني لو تلاحظ ما بضيعش وقت، هي ممكن تكون سمعه فاتت عني من اوقات فاتت قبل كده، لكن قول لي انا ضيعت النهارده او اول او اول فين؟ مفيش حاجه خالص يعني. ما تقولش كده، ما تقولش كده، علشان لو انت قدامك تلفزيون فانا جايب لك اللقطات اللي انت كنت فيها بتاخد من الوقت، بتضيع وقت بالماتش بتاع النهارده. هو الحكم ما عطانيش انذار ليه لما انا بضيع وقت؟ ما انا بسالك بقى يعني، انت ايه رايك؟ انت ايه رايك؟ انت بتقول يعني انك ما ضيعتش وقت، لكنه لا، الحقيقه انه انا، انت عارف يعني الفيديوهات قدامي موجوده، انا بعرضها دلوقتي. يعني انت قدامك اثبات ان انا بضيع وقت؟ اهو انا قدام، انا بعرض لك الفيديوهات. أيوة انت مش قدامك تلفزيون. انا في البار. لما شفت تطبيق نظام الوقت المحتسب بدل من الضايع في كاس العالم، ايه اول حاجه جت في بالك؟ يعني انا نصيحه مني، المسؤولين في الرياضه في مصر ما يدخلوش التقنيه دي. ليه؟ هينفع؟ انت بتقر هتعترف على نفسك؟ اعتقد هو الهاني سليمان قلبها هزار، بس هو بيتكلم بالحقيقه، قال لك هنصحهم مش هينفع ما يطبقوش النظام ده عندنا، لان الوقت ده اللي بيضيع. بس هو قال اقوى تعليق، ما ادانيش الانذار. هو ما ادكش انذار، فانت عارف ان مش هديك انذار، هي دي المشكله. فبتلعب، بتلعب بالطريقه دي عشان عارف. وكولر هنا لما بقول لو خد انذار، الانذار الثاني هيطرد، فمش هيعمل كده للاسف. انتوا ما بنعالجش. لا بص يا استاذ ابراهيم، هي مش مساله تضييع وقت وبس، ده انت بتاثر على التكتيك والتكنيك بتاع اللاعب نفسه. اللاعب ده لما يجي يطلع يلعب بره هيطرد. على فكره ده كمان اللي بيركز عليه الكابتن طارق العشري، مع كل التحصينات الدفاعيه اللي بيعملها، لكن مع الاحترام الشديد ليه، حرصه على انه يوقع ايقاع اللعب للمنافس، بالذات في مباراه الاهلي اللي بيتكتل فيها فريقه بشكل قوي، بيكون هو ده الطريقه او هو ده الاسلوب. نشوف المراسل في الملعب وهو بيسأل زميل مراسل المباراة، وهو بيسأل طارق العشري عن سبب طلبه للاعب بتاعه، بيقول له اقع، اتسأل عليها نشوف قال ايه. عايزين نفسر ده يا كابتن، وانت برضه حضرتك كنت اتكلمت مع احمد مصطفى بتقول له اقع يا احمد، عايزين برضه نفسر اللقطة دي. انا فسرها لي انت. وانت برضه حضرتك كنت اتكلمت مع احمد مصطفى بتقول له اقع يا احمد، عايزين برضه نفسر اللقطة دي. انا فسرها لي انت. وانت برضه حضرتك كنت اتكلمت مع احمد مصطفى بتقول له اقع يا احمد، عايزين برضه نفسر اللقطة دي. انا فسرها لي انت. ما هو فسرها بايه؟ ما هي واضحه، افهم انت بقى. ما هو وصلوا للاستخفاف بالامر والتفاخر ان ده جزء من التكتيك بتاعهم. واحد يقول لك لا ما تطبقوش وما تصحوا ما يطبقوش، ها؟ والتاني يقول لك افهمها انت. افهمها انا ايه؟ ما هي واضحه زي الشاب الذي لا يعطي الحقوق بيساعد على اخذ الحقوق في التمادي. للاسف هم ضيعوا وقت واحنا داهمنا الوقت. شكرا جزيلا لحضراتكم، دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير. نلتقي في العاشره مساء الخميس القادم ان شاء الله. صباح الخير.